السلام عليكم. اليوم راكم مع فطوم كويزين، وان شاء الله جبت لكم الصوص هذه هي قبلة تشيبوتلي. بصح وليدي زاد لها حاجه تنعيطوا لها اكرم صوص، وفيها لا مايونيز وفيها بابريكا، فلفل كحل، فلفل حار، الاونيون، البصل اون بودغ، الملح، القارص، ليمون. اوكي بسم الله، راح نبداو. ديرو واحده، زوج، ثلاثة، أربعة، ديرو خمسة، خمسة مغارف تاع مايونيز، ونزيدو لها ندعو هكذا ندورو الفل الكحل وحدة، زوج، نزيدو لها أونيون باودر، نزيدو لها وحدة تيسبون مغرفة تاع قهوة نص. الملح نزيدو لها فاني نص مغرفة، الملح واحد يدوق، مايونيز ديجا فيها وحدة، هادي وحدة صغيرة. واش مازال بابريكا، بابريكا فاني نزيدو لها وحدة، هادي هاف تيسبون مغرفة قهوة نص منها. ونزيدو دوكا الحار، الحار خاصو نديرو وندوقو نص مغرفة تاع القهوة، واللي يحب يزيد يزيد، والليمون ولا القارص هايك نص وحدة عصرناها، نشوفو شحال تجي، وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، صافي تجي زوج مغارف تاع قهوة. بسم الله، ونخلطو. راح هايلة توجور وليدي يديرها، هيطلها أكرم، سهلة، ممكن نقولو دوقها هو خاطرنا ما ناكلش الحار. قالك راهي جات مليحة، ما نزيدو لها والو دوكا، هاي سهلة. ونديروها مع تاكوس، مع بانيني، قبلها بكل حاجة، بالدجاج، بالبطاطا. اوكي اش نقول لكم، اصلا سهلة، رانا كملناها، هي قالوا لها تشيبوتلي صوص، بصح في الدار اكرم زاد لها اللمسة تاوعو ونسميناها اكرم صوص. وحتى قدامها القارص، طوماطيش دوكا ولا ديك الوحدة قاع بالطوماطيش جات بنينة. واش نقول لكم، بصحتكم وبصحتنا، والسلام عليكم.